يلا حبيبنا next class, class number 12. Mayors, who was born 2017 and older. The last class for Mayors. Here we go. Allah. Next. Walk, please. Mashi. Adam, thank you. Walk, please, handlers. Mashallah. What a very special with a very nice collection of mares. Tabarak al-Rahman, mashallah. Ala hada al-shawt min al-afras. Hada al-dhahab al-aqiq. Litariq al-ariq. Lima yuktab abra al-tariq. ويدون هنا على مركز الأراضي المقدسة على هذا التنظيم الرائع والمميز بهذا الشوط المخملي من هؤلاء الساحرات الفاتنات الرائعات سحر الأصالة وعبير العروبة ينبثق من بين هذه الخيول تبارك الرحمن. Good luck to all this very beautiful grey collection of Egyptian mares. ما شاء الله هذه الأفراس باللون الأبيض الملكي ما شاء الله الملكي والخيل للحمرة جواري مثل الخدم تخدمها الموالي ودهم ادهم زيدوهم عليقة وخلوهم لدهمات الليالي وأما الشكر انطاروا فصدق وأما الخضر ما يجناهم غير كل أمير ذو مقام عالي تحية حبايبنا لهذا الشوط الرائع ولهذه الأصالة على مركز الأراضي المقدسة ريحة ما شاء الله على هذه النخبة من الأفراس Good luck بالتوفيق ندين لكم شكرا عارضين ومدربين ملاك ومربين لهذا الشوط الرائع من الأفراس الأبيض الملكي ريال مدريد يعني ملكي ما يزعلوا حبايبنا البرشلونيين وإن زعلتوا بعدين بنرضيكم إن شاء الله شوط أحمر
First intro, please. Afras. Next, please. نحن مع علامات الفرس رقم 53 رغد العرب بنت الفحل الايال اي اي والامراه في العرب المربي زياد ابو عيشي زياد عيشي الملك العرب الساد القدس. The next course goes to mare number 53 رغد العرب by الايال اي اي او تفرها في العرب the breedo زياد عيشي and the owner العرب ستاد القدس. رغد العرب تكتب العلامات بقلم من ذهب يا رغد يا بنت العرب كيف لا تكتب العلامات بالذهب وانت ابنة القدس وقبة الأقصى ذهب على ذهب. رغد العرب أعلى علامة بالبطولة
حتى الآن. سجلوا مع مدي لرغد العرب. طيب 19.20 العلامة النهائية لرغد العرب 92.62. The total score mayor number 53 رغد العرب, the highest score of the show till now. Mayor number 53 رغد العرب. ما شاء الله, لا قوة إلا بالله يا رغد العرب. 92.62. علامات الفرس رقم 54 وداد الباسل بنت الفحل كيزد صافن والام الشهله المربي باسل عامر ابو الرايد المالك مربط المال سيد عيسى كفر قاسم. The next score goes to mare number 54 وداد الباسل by كيزد صافن out of الشهله. The breeder باسل عامر and the owner المال استاد سيد عيسى كفر قاسم. طيب 15 وموفمنت الحركة 18 العلامة النهائية لوداد الباسل 90.37. The total score for mare number 54 وداد الباسل 90.37. علامات الفرس رقم 55 شروق الهجرة بنت الفحل سايمون شراف والأم فرحة بنت مفينة المربي الهجرة استاد المالك المشايخ استاد الناصرة. The next score goes to mare number 55 شروق الهجرة by سايمون شراف out of فرحة بنت مفينة the breeder الهجرة استاد and the owner المشايخ استاد نازاريث. طيب 19 19 19 18 19 19.5 19 18 18.5 هيدنك الرأس والرقبة 19 20 19 19
19-20. Badi għan top line, għalġisimu ġizu l-għalwi. 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 17-18, 18-18, 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
plus 15.5 for all the cross. One movement الحركة 19.5. 19.5. العلامة النهائية للفرص رقم 55 شروق الهجرة 90.5 العلامة. The mayor in the ring, Christian. The mayor in the ring was born 2010. The mayor in the ring was born 2010. Mayor number 56 was born 2010. Next. علامات الفرس رقم 56 برنسيس الديار تفاح الأدهم الأسود الأم اتش برنسيس ياسمين المربي دكتور بسام حلبي عكا الملك جلال عبايطة عكا The next course goes to mare number 56 Princess الديار by أدهم الأسود out of اتش برنسيس ياسمين The breeder دكتور بسام حلبي and the owner جلال عبايطة عكا تايب 19.5 هناك الرأس والرقبة 19.5 بدي أن توب لاين الجسم والجزء العلوي 17.5 ليكز الأرجل 15.5 89.87 Thank you, judges. This was last to go. علامات الفرس رقم 57 الفي صفية تلفح الستيرلينج فيجن والأم سايرة المربي والمالك حمود الزكريا عكا. The next course goes to mare number 57 الفي صفية by ستيرلينج فيجن out of سايرة. The breeder and the owner حمود الزكريا عكا. تايب
19 all the cross هناك الرأس والرقبة 19 18 19 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
17.5 legs الأرجل 16 15 ونص 16 15.5 and 16 one movement الحركة 18 ونص 19 19 ونص 19 18.5 19 19.5 and 19 العلامة النهائية للفرس رقم 57 الفي صافية 90.12 the total score for winner number 57 this Sophia, program is offered 90.12 by... إذن بالمرتبة الخامسة حلت الفرس رقم 56 برنسيس الديار بتدفع على الأدهم الأسود الأم اتش برنسيس ياسمين المربي دكتور بسام حلبي عكا الملك جلال عبايطة عكا The fifth place goes to mare number 56 برنسيس الديار باي أدهم الأسود out of اتش برنسيس ياسمين The breeder دكتور بسام حلبي and the owner جلال عبايطة عكا مبروك بالمرتبة الرابعة fourth place الفرس رقم 57 الفي صفية بتدفع على ستيرلينج فيجن والأم سيرا المربي والمالك حمودي زكريا عكا the fourth place goes to mare number 57 الفي صفية by ستيرلينج فيجن out of سيرا the breeder and the owner حمودي زكريا عكا ألف مبروك بالمرتبة الثالثة تصعد إلى النهائي third place up to the championship الفرس رقم 54 وداد الباسل من دفاع الكي زد صافين والأم الشهلة المربي باسل عمر بالرائد المالك مربط المآل سائد عيسى كفر قاسم the third place up to the championship mare number 54 وداد الباسل by كي زد صافين out of الشهلة the breeder باسل عمر and the owner المآل استاد سعد عيسى كفر قاسم مبروك بالمرتبة الثانية second place الفرس رقم 55 شروق الهجرة الفحل سايمون شراب والأم فرحة بنت مفينة المربي الهجرة استاد المالك المشايخ استاد الناصرة ألف ألف مبروك Second place goes to mare number 55, شروق الهجرة by Simon Sharaf out of فرحة بنت مفينة. The breeder, الهجرة stud and the owner, المشايخ stud Nazareth, مبروك. بالمرتبة الأولى first place المرتبة الأولى بأعلى علامة بالبطولة للمرتبة الأولى عندما تلمع قبة الصخرة فلا تلمع إلا بالذهب وعلاماتك كتبت بماء الذهب يا رغد العرب رغد العرب بالمرتبة الأولى الفرس رقم 53 92.62 بتدفع على ليالي والأمرها في العرب المربي زياد عيشي المالك العرب استاد القدس مبروك حبيبنا ادم ذا فيرست بليس ذا فيرست بليس جوز تو مير نمبر 53 رغد العرب ذا هايست سكور اوف ذا شو 92.62 رغد العرب باي العيال اي اي اوت اوف رهف العرب
The breeder, Ziyad Aisha, and the owner, Al Arab Sad, Jerusalem, Al Quds. ايدك 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 حبيبنا القدس ايدك لفوق. يلا حبايبنا الفحول جاهزة الشوط التالي رجاء. يلا يا اخوان ما نفوت الفحول.